كنت عاوز أعرف من فضيلتك قصة السيدة ماريا، ولماذا تصر الكتب على أنها جارية؟ السيدة ماريا أرسلها المقوقس حاكم مصر لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يستشعرون أنه نبي وأنه هو الذي بشرت به الكتب السابقة. فأرسل له سيرين وماريا، وأرسل له بغلة اسمها دلدل، وأرسل له زق يعني بلاص عسل من بنها اللي هي بنها دي اللي بنقول عليها ايه بنها، هي كانت ساعتها اسمها بنها بالكسر كما افاد شارح القاموس، ولذلك نقول عليها البنهاوي مش البنهاوي، لو قلت البنهاوي برضو ماشية، لكن هي بنها العسل، بنها العسل علشان بعتت العسل لسيدنا الرسول. فلما جاء عرض الإسلام عليهما، على ماريا وأختها سيرين، فأسلمت ماريا. ماريا قالت احنا فاهمين الكلام ده وأشهد أن لا إله إلا الله. سيرين قالت والله أنا غريبة وما أناش عارف إيه الحكاية بالضبط، مش فاهمة قوي، فظلت على مسيحيتها. فاستخلص ماريا لنفسه وأعطى سيرين حسان بن ثابت الشاعر. فلما أسلمت ماريا رضي عليها السلام أسكنها العالية، العالية دي من المسجد لما تروحوا ربنا يكتب لكم الزيارة وانتوا رايحين قباء، العالية قبل قباء على طول كده العوالي، فسكنت في العوالي. وكان يختلف إلي النبي يعني ما كانتش في حجرات أمهات المؤمنين، فحملت وولدت له ولدا اسمه إبراهيم. ولما حكم الله على سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ليس أبا لأحد منا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، حكم مات كل ذكوره في حياته، قالوا لأنه لو بقي لنبأه الله، كان ربنا وهو خاتم النبيين. فعلة موت الصبيان هو عدم استمرار النبوة، فمات أولاده ومنهم إبراهيم، مات ابن سنتين. فلما مات إبراهيم بكى رسول الله. يبقى إذن ده بيعلمنا أن البكاء أمر طبيعي، وقال إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول ما يغضب الرب، وفي رواية ما يغضب الله. لما خلف إبراهيم من ماريا قال أعتقها ولدها، لأن أم الولد تعتق في الفقه الإسلامي وفي الشريعة الإسلامية. يعني إيه أم الولد؟ جارية، فخلفت مني ولد، الولد ده بعد ما هموت هيبقى ابن من أبنائي، هيورث، هيورث إيه بقى؟ هيورث أمه، لأن أمه من عالم الأشياء، ده فكر الرق كده إن العبد والعبدة ده من عالم الأشياء، يعني يباع ويشترى ويتخذ فيه من عالم الأشياء مش من عالم الـ الـ الأحرار. بالشكل ده الولد هيمتلك جزء من أمه، وده ما ينفعش. ما هيحصل ايه؟ اول ما موت من هنا تعتق هي من هنا، تعتق يعني تفك الداء وتصبح حرة، حتى
لا يرثها حتى لا يرثها ابنها. فقال أعتقها ولدها لما الولد كان عايش سيدنا إبراهيم. الولد مات خلاص، ما هي على الرق، ما هيش خرجت من الرق، تخرج بالرق بوفاة رسول الله، لكن رسول الله لسه عايش. الولد مات قبل رسول الله سيدنا إبراهيم عليه السلام، طفل صغير كده سنتين. فإذا لما مات رجعت، مش رجعت، هي مستمرة في كونها ملك يمين. لكن علماؤنا واختيارنا أنها لا بأس أن تعد من أمهات المؤمنين، والحكم جاري عليها. فلما مات رسول الله لم توزع في التركة، ولما مات رسول الله لم تتزوج غيره، لأنها تأخذ حكم أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين يحرم عليهن، بل ويقع العقد باطلا إذا تزوجت واحدة منهن أي حد بعد رسول الله، العقد باطل زي ما فيش كده ولم يحدث. ومنهن ماريا لم تتزوج، واتفاقها واتفاق الصحابة الجميع على أنها لا تتزوج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا محل اتفاق وإجماع من الأمة. إذن من هذا المنطلق، ولأنها لم تتزوج أصبحت كأنها من أمهات المؤمنين. فتجد كثير من الكتب لما يعد أمهات المؤمنين يقول فترك 9 وما يعدوش ماريا. ليه ما يعدوش ماريا؟ لأنها ملك يمين، لكن هي حكمها حكمهم. فإذا الحكم واحد ولكن الدرجة مختلفة.